السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي شهيوات رشيدة. اليوم غنحضر معاكم واحد التحلية بالليمون الحامض، كتجي زوينة بزاف ولذيذة وسهلة في التحضير، وبواحد المكونات اللي بسيطة وكتحضر بالزربة. ودابا ندوز معاكم تقديم المقادير مع طريقة التحضير. عندي نص سيترو ديال الحليب، او الكميه كتبقاو تحكموا فيها، بغيتو ديروا اكثر او اقل كتضوبلوا المقادير. عندي نص سيترو ديال الحليب، عندي واحد جوج معالق ديال السكر حبيبات، جوج معالق كبار، عندي فلوق صغير بدون سكر ديال الفاني، عندي جوج معالق ديال النشا، وعندي واحد الليمونه حامضه غادي نحكها ناخذ القشره ديالها ونعصرها. ودابا ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. كاسرونه غادي نفرغوا هذاك الحليب اللي عندي، غنفرغ النشا، كلشي كنفرغوه على بارد، غنفرغ السكر حبيبات، هذاك الفلو نكهة الفاني، وهذيك الحامضة هاهي حكيتها. غادي نفرغ هذوك القشور نديولها، وغادي نخلط مزيان حتى مكيبقاو فيه لا هادوك الكويرات، مكي يدوب ليا كاع الخليط، المكونات تنسجم مع بعضياتها. هاهو من بعد ما حركتو مزيان مبقاو فيه لا تكتلات لا تا شي حاجة، هاديك الحامضة راه عصرتها غنخليها تال الأخير. ودابا غندير الخليط يطيب فوق البوطة، وغدا نبقى نحرك باستمرار بطريقة مستمرة، كنبقى نحرك حتى كيطيب ليا الخليط ويختار، وعاد غادي نطفي عليه، منحبش من التحريك. من بعد ما طاب الخليط كيف ما كتشوفوا صباح خاتم، دابا غنضيف هذاك الليمون الحامض معصر، كتجي تحلية زوينة بزاف ورائعة وكتوجد بسهولة. دابا غادي نقدم في هاد الكؤوس، دابا غنفرغ الخليط في هاد الكؤوس اللي عندي. بسم الله،
دابا ملي فرغت الخليط غادي نغطيهم ونديرهم في الثلاجة حتى يبردوا وعاد نقدم. ها هي التحلية من بعد ما بردت ورجعت بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كتجي اكثر من رائعة ولذيذة بزاف. قدمت زينت بهذا مصاص ديال الليمون الحامض وريقة النعناع، وهذه هي التحلية اللي حضرت معكم. نتمنى تكون عجبتكم وتجربوها لانها تستحق التجربة. وبالصحة والراحة، وإلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.